اللي هيروح شرم الشيخ في الصيف يجيب ال 1500 جنيه ويجيب موافقة ولي الأمر. يلا بنات باي باي. انت مش هتطلعي الرحلة معانا يا ليلي؟ لا أنا هطلع جزر المالديف مع مامي وبابي في شهر 6، وهطلع جزر الهواي في شهر 7، وجزر الكناري في شهر 8. وبالنسبة بقى شهر 9، شهر 9 هرجع المدرسة. انتوا هتسافروا فين في الأجازة؟ شهر 6 ولا شهر 7 ولا شهر 8؟ هتسافروا ثلاث رحلات زيي؟ طبعا، احنا مفيش حد أحسن مننا في حاجة. هتصيفوا فين؟ شهر 6 هنروح مارينا، وفي شهر 7 هنروح شرم الشيخ، وفي شهر 8 هنروح الغردقة. ايه ده، انتوا مش هتروحوا اسبانيا ولا كاليفورنيا؟ لا احنا مش بنحب نضيع الأجازة في المواصلات والطيارات. يلا يا مي بقى، علشان شكله كده الباص هيسيبنا ويمشي. يلا. ايه ده، انتوا بتروحوا بباص ما عندكمش عربيه يا عيني؟ على فكره احنا بابي عنده عربيه ومامي عندها عربيه. بس انتوا ما عندكمش عربيه بسواق مخصوص؟ هو انت اللي عندك عربيه بسواق مخصوص؟ ايوه عندي عربيه بسواق مخصوص. لا والله، لا احنا عندنا عربيات بس يعني لسه ما جبناش سواق للاسف. تبقوا مش من مستوانا. لا حول ولا قوه الا بالله. ايه العيشة اللي احنا عايشينها دي؟ ازاي مش عندنا سواقين؟ انا زهقت من المدرسة قوي، نفسيتي محبطة. ليه يا مي؟ حاسة اني فقيرة واقل واحدة في وسط صحابي. عندك حق، انا كمان نفس الاحساس، بحس ان انا اقل واحد فيهم. شفت العربية في سواق اللي بتيجي ليلي وجيلي كل يوم المدرسة توصلهم؟ احنا لازم نطلب من مامي تجيب لنا عربية في سواق زيهم. وانا كمان هطلب من مامي ان هي تجيب لي عربية بس من غير سواق، عشان انا لا سواق. سواق ازاي وانت مش معاك رخصة؟ ما انا لو اتمسكت او حد طلب مني الرخصة هكلم انكل حسين اخليه يجي يخرجني. احنا لازم نطلب من مامي تطلعنا رحلة جزر المالديف زي ليلي وجيلي. احنا مش اقل من اصحابنا في حاجة. عندك حق، احنا اصحابنا مش احسن مننا في حاجة، ده كل اجازة اصلا بيخرجوا برا مصر. احنا مش لازم نسكت على الاهمال ده، لازم نطلب من مامي كل طلباتنا. طب لو مرضتش؟ نتحايل عليها. طب لو مرضتش؟ نكلم بابي نشتكيله. طب لو مرضيش؟ نعيط ونكتئب ونضرب عن الطعام ونمتنع عن المدرسة. طب لو مرضوش؟ خلاص يا سولي هننتحر، ايه التشاؤم اللي انت فيه ده؟ بص يا سيدي، احنا في الاول هنطلب حقنا بشكل سلمي، ولو السلمية ما نفعتش معاهم مش هنلاقي غير الحل اللي انت عارفه. رغم اني بفضل الحلول السلمية بس للأسف الواضح مفيش قدامنا غير كده. بابا فين؟ بابا هنا اهو. نقول له مين؟ نقول له ماريكو. نقول له مين بيكلمه؟ ايه ده بقى ان شاء الله؟ ما غيرتوش هدومكوا ليه لحد دلوقتي؟ كان عندنا اجتماع انا ومي. اجتماع بخصوص ايه؟ اتكلم يا سولي. اتكلمي انت يا مي. اتكلم انت الاول. اتكلمي انت. اتكلموا انتوا الاتنين بدل ما اديكوا بحاجه في دماغكم. طب يا ماما احنا عايزين نطلع رحله مع صحابنا. يا سلام، ما انتوا لسه طالعين رحله العين السخنه الاسبوع اللي فات. بصي يا مامي، احنا مش هنروح الرحلات البيئه دي تاني، احنا عايزين نروح جزر المالديف. بسم الله ما شاء الله، عرفتوا جزر المالديف؟ ده انا معرفتهاش غير بعد ما تعينت في الجريده بسنتين. ومش المالديف بس يا مامي، وكمان اصحابنا بيصيفوا في الواي فاي. اسمها هواي. واي فاي هواي، مش لازم الاسم، المهم ان احنا نسافرها. وانت عايز بقى تروح تصيف في هواي ليه؟ عايز اركب البيتش باجي، وعايز اتسلق الجبال، وعايز اعمل دايفنج. يا سلام، ما احنا كل سنه بنسافر اسبوعين شرم الشيخ وبنعمل فيها كل اللي انت قلته ده، ولكنكم تحبون الكفار. شرم الشيخ ايه بس؟ شرم الشيخ ايه يا مامي؟ شرم الشيخ دي بجد بقت بلدي قوي. يا سلام، مالها بلدك بقى يا ست مي؟ يعني يا مامي ان اصحابنا يكونوا احسن مننا ده عادي بالنسبه لك؟ يا حبيبتي، الواحد بيبقى احسن من غيره باخلاقه، بدراسته يتفوق فيها، برياضه يتعلمها كويسه، انما مش يبص لاصحابه راحوا هاواي ولا المالديفز، لا، قدروا اللي عندكم، بصوا للي معاكم مش عند غيركم، مش كده حبايبي؟ ها؟ اللي بطران سكته قطران. خلاص يا مامي، عايزنا عربيه بسواق تودينا المدرسه بدل الباص. عربيه بايه يا اختي؟ بسواق؟ ده انا وانا قدكم كنت بروح المدرسه ماشي على رجليا لما كعوب رجليا اتبرد، ولما ابويا كان مره يوديني المدرسه بالعربيه كنت بعمل بارتي والم كل اصحابي معايا وازغرط في الطريق.
ايامك غير ايامنا. هي غلطتي انا وابوكم. المفروض كنا دخلناكم مدارس حكومه. الفصل الواحد فيه 150 طالب قاعدين على 50 دكه نصهم مكسورين. ساعتها بس كنتوا عرفتوا قيمه اللي انتوا فيه. البطران سكته قطران. البطران ايه؟ سكته قطران. يعني يا ماما هو احنا عشان بنطلب نحسن من اوضاعنا يبقى بنتبطر؟ فين الديمقراطيه؟ فين حقوق الانسان؟ فين الشبشب؟ اهو اتفضل. ميرسي. يلا قومي. يلا يا حبايبي الاكل جاهز. مش عايز اكل مكرونه. بلاش مكرونه حبيبي، في فراخ. يلا قوم. انا لو اخر يوم في حياتي اكل فيه مش هاكل الاكل ده. عنك ما اكلت. يلا يا مي احنا ناكل. انا عايزه بيتزا يا ماما. نعم يا اختي؟ عايزه بيتزا. البيتزا مش النهارده، بكره ان شاء الله. النهارده في مكرونه وفراخ. كل يوم بتقول لنا بكره هجيب بيتزا، بكره هجيب بيتزا. هات لنا تيك اوي وامرنا لله. اوعوا تفتكروا ان انا مش فاهمه كويس قوي انتوا بتعملوا ايه، ها؟ انتوا عايزين تفرسوني وتزهقوني لحد اما اقول امري لله واجيب لكم اللي انتوا عايزينه. لا يا حبايبي، ده بعدكم. الاكل عندكم بره على السفره، اللي عايز ياكل ياكل، واللي مش عايز ياكل عنه مكل، اللي بياكل على درسه ينفع نفسه. ايه يا مامي الامثله البلدي دي؟ انا بلدي؟ بلدي يا بنت علي بن سياده؟ طب يا جماعه انا جعان دلوقتي اعمل ايه؟ انا غلطان. أنا غلطانة عشان دلعتكم لحد ما بقيتوا تتأمروا عليا كده، بس خلاص مش هيفرق معايا، عايزين تاكلوا تاكلوا، مش عايزين تاكلوا عنكم أكلتوا، جوعوا اتفلقوا. يا ماما حضرتك كنت لازم تاخدي رأينا قبل ما تعملي الأكل. أنتوا مش حاسين بالنعمة اللي أنتوا فيها، في غيركم مش لاقيين ياكلوا حتى لقمة عيش حاف. تخيلوا نفسكم مكانهم. وإحنا ليه أصلاً نتخيل الحاجات دي ونتعب نفسنا؟ لا يا حبيبتي، معلش يا قلب أمك، تعالي على نفسك شوية وتخيلي. تخيلي ان انا وابوكو ما بقاش معانا فلوس، افتقرنا، وفجأة بقينا عايشين في حارة، في أوضة قد كده اهو، كلنا، ما بيفصلناش عن بعض غير حتة ملاية، وأمكو بقت بياعة جرجير، وأنت يا قلب أمك هتطلعي من المدرسة، وتلفي بمناديل في الإشارات زي ما دايماً بتقولي، وأنت هتبقى بلية زي ما أنت عايز، وتتلسوع كل يوم على قفاك، أبوكو بقى هيشتغل عجلاتي. بس من غير عجل، عجلاتي منفاخ، بينفخ بس. ايه رأيكوا بقى؟ هتتبسطوا؟ أنا عايزاكوا تطلقوا العنان لخيالكوا، ها؟ على ما أنا أروح أستمتع بوجبة المكرونة بالصوص ألفريدو مع الفراخ المقرمشة، صنع إيديا وحياة عينيا. طز فيكم. فاكرة نفسها الشيخ الشربيني.